المدى ورموا بمنى تلك الجمرات. الله أكبر كلما ارتفع علم الإسلام، الله أكبر كلما طيف بالبيت الحرام، الله أكبر كلما دكدكت دولة الأصنام. لا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الملك وإليه ترجعون، له الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. لا إله إلا الله، رب العرش المجيد. لا إله إلا الله، رب السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. إخوتي في الله، نعيش هذه المناسبة الكبرى يوم نتذكر لا فضل لا إله إلا الله، وعظمة لا إله إلا الله، وقدسية لا إله إلا الله. أي أمة كنا قبل الإسلام؟ وأي جيل كنا قبل الإيمان؟ وأي كيان نحن بغير القرآن؟ كنا قبل لا إله إلا الله أمة وثنية، أمة تسجد للحجر، أمة تخطر، أمة يقتل بعضها بعضا، أمة عاقة، أمة لا تعرف من المبادئ شيئا. فلما أراد الله أن يرفع شأنها وأن يعلي مجدها، أرسل إليها رسولا هدى صلوات ربي وسلامه عليه. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأتى عليه الصلاة والسلام وتصعد على الصفا ونادى العشائر والبطون، ثم قال لهم لما اجتمعوا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما كانت دعوة الأنبياء من قبله. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله: لا مطلوب ولا مرغوب ولا مدعو إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله: أن تعيش عبدا لله فتكون حيا بقوة لا إله إلا الله، وتموت على لا إله إلا الله، وتدخل الجنة على لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله: أن ترضى بالله ربا، أن ترضى به ربا وإلها، فتتحاكم إلى شريعته، ولا ترضى شريعة غيرها. فمن رضي غيرها شريعة فلا يقبل الله منه صرفا، ولا يزكيه، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ولا وله عذاب أليم. ومعنى لا إله إلا الله: أن ترضى برسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وإماما ونبيا ورسولا ومعلما، فتجعله أسوة لك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعنى لا إله إلا الله: أن ترضى بالإسلام دينا، فإنك إن لم ترض به دينا غضب الله عليك وكشف عنك ستره، ولم يحفظك في من حفظ، ولا تولاك في من تولى. جاء بها صلى الله عليه وسلم فأعلنها صريحة أنه لا إله إلا الله، فاستجاب له من أراد الله رفع درجته،
وصم عنها من أراد الله عذابه في الدنيا والآخرة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. استجاب له أصحابه الأبرار وأحبابه الأبرار ففدوه بآبائهم وأمهاتهم صلوات ربي وسلامه عليه. أي أمة كنا؟ أي أمة أصبحنا؟ وأي أمة سوف نموت؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الناس، أذكركم ونفسي بتلك الشعيرة العظيمة، بتلك الفريضة الجليلة، الصلوات الخمس. لا حظ في الإسلام لمن تركها. أي إسلام لإنسان يترك الصلاة؟ أي دين له؟ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله لرجل تؤخره تجارته أو وظيفته أو عمله أو دراسته عن الصلاة، ثم يتبجح بعد ذلك ويقول أنا مسلم؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن تأخير الصلاة عن وقتها معناه الإفراط الصريح الذي وقع فيه كثير من الناس إلا من رحم ربك. يقول عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. فأي دين بلا صلاة؟ وما معنى الانتساب إلى الإسلام بغير صلاة؟ يقولون مسلمون ولكن لا نصلي، أو نتهاون في الصلاة، أو ننكر الصلاة. فأين الإسلام؟ وأين الصدق مع الله؟ وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اللهم ثبتنا يا أرحم الراحمين. فالله الله في الصلاة، من حافظ عليها حفظه الله، ومن ضيعها ضيعه الله. ولا حظ في الإسلام لمن تركها. فالصلاة يا عباد الله في أول وقتها بخشوعها بخضوعها وأركانها بواجباتها وسننها، عل الله أن يحفظ يحفظنا ويرعانا كما حافظنا عليها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إلى أختي المسلمة التي تصمد أمام تلك الهجمات الشرسة وتصفح كل يوم دعاة التحرر والصدور بتمسكها بحجابها ونقابها، تحية وبشرى إلى هذه القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل والأكاذيب. إلى أختي الفاضلة التي تحتضن كتاب ربها وترفع لواء نبيها وهي تصرخ في وجوه المبتدعين قائلة: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو أعلو على أترابي. إليك أيتها الدرة المصونة، أقدم لك التحية والبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الغربة الثانية التي تنبأ بها الصادق المصدوق في الحديث الذي رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا
وسيعود غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء، طوبى لك يا بنت الاسلام، وهنيئا لك يا صاحبة الحجاب الشرعي، يا درة يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب، يا درة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائده، قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أم أختاه نفسك أختاه نفسك نبت لا جذور لها، ولست مقطوعة مجهولة النسب؟ أنت ابنة الإسلام عشت به في حضن أطهر أم من أعز أب. أيتها الأخت الفاضلة الصابرة، لقد علم أعداء ديننا أن المرأة المسلمة من أعظم أسباب القوة في حياة المسلمين، فراحوا يخططون لنا في الليل والنهار بشل حركتها والزج بها في مواقع الفتنة. أختاه اصبري وصابري، واحتسبي واعلمي أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم، وضوء الفجر قادم، ولن تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت على أن تطفئ نور الله. فليكن ربك أيتها المنتقمة على كل الحملات المسعورة المزيد من التمسك بالحجاب، والصبر على هذه الفتن، والإصرار على السير على طريق الحق والهدى وإن قل السالكون، ولا تغتري بطريق الضلالة وإن كثر الهالكون. بلغت يا ذات الحجاب مناكي، وهباك ربك عزه ورعاك، لبيك صوت الحق لبيك صوت الحق دون تلعثم، وعصيت صوت الفاجر الأفاك، جانبت أخلاق العدو تكرما، وتبعت خلقا سنه مولاك. أختاه أختاه إن خسر العدو بجولة سيعاود الأخرى ولن ينساك، فتأهبي دوما وكوني حرة، لا يخدعنك كاذب متباكي. زعموا الدعارة والخنا حرية، زعموا الدعارة والخنا حرية، هدا لعرضه فاحذري مولاي. أختاه قد تلقين قيما أو أذى، فثقي بربك واثبتي لعد عداك، فالابتلاء يزيد دينك قوة، والمؤمنات صبرن قبل أذاك. فلأم عمار وأسماء أسمى المواقف من ذوي الإدراك، وإن تستخبري عنهن تاريخا علاء باك، يا بنت فاتح لقيهم في الصلاة تاريخ مجد كان من أسواك. الله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام
ناصحا للأمة قائلا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ينظر صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك وما أشد حرمتك، والذي نفسي بيده للمؤمن أشد حرمة عند الله منك. أيها الناس، إن من أعظم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن من أجل أهداف الإسلام أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد بين صفوفنا، وأن يطهر قلوبنا. فإذا لم يتم ذلك فلنعلم جميعا أننا تلبسنا الإسلام وما اهتدينا إلى طريقه وما تشرفنا بحمله. فسبحان من ألف بين هذه القلوب ووحد بينها وجمع شملها فاستقلت بحمل الرسالة إلى البشرية. والله يأمرنا بالاعتصام وينهانا عن الفرقة وموجباتها من بغضاء وحسد وغيبة ومن هتك للأعراض والتجريح. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. البغضاء يا عباد الله شددت الأخوة والأسر في مجتمعاتنا، فقد وجد من الطلاب من يحقد على شيخه، ووجد من الإخوان من يحقد على أخيه، ووجد من الأرحام من يحقد على رحمه، ومن يتعرض له ويتعرض له، ومن يكيد له المكائد. ولذلك قست القلوب وجفت العيون وانقطعت البركة في الأرزاق بذنوبنا وخطايانا، وصرنا غثاء كغثاء السيل. عرض المسلم أمره عظيم، يوم أن يجلس المسلم فينسى الله وموعوده ويتحدث عن أعراض المسلمين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل: يا عين للناس أعيني. فالله الله في حفظ اللسان، الله الله في الدعاء للمسلمين، والله الله في حفظ عوراتهم، والله الله في العفو عن زلاتهم وخطاياهم. فإن الخلاف في الفرعيات لا يوجب الفرقة ولا التنازع. والذين قالوا الاختلاف سنة ولا بد منها هم مخطئون. فالاختلاف في فرعيات العبادة التي تورث سعة لهذه الأمة، أما الاختلاف الذي يوجب الطغينة والحقد والبغضاء فإنه حرام، فإن ذلك يجعل الأمم تتداعى علينا كتداعي الأكلة على قصعتها. فلينتبه دعاة الإسلام، ولينتبه علماء المسلمين، ولينتبه كل مسلم على وجه الأرض. أيها المسلمون، نحن أبناء دين واحد، وكتابنا واحد، ورسالتنا واحدة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التآخي والتآلف والمودة والصلة والكلمة اللينة،
كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله منت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عباد الله، هذه أيام العطاء والبذل والصدقات وأيام الأعطيات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة بالخير، والله عز وجل نادى عباده من فوق سبع سماوات أن يتصدقوا وأن يعتقوا أنفسهم من النار وأن يقدموا للقبر وظلمته ووحشته. والله عز وجل ما ضاعف عملا كما ضاعف الصدقات. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ويستعرض صلى الله عليه وسلم في الصحيح فضل الصدقة، ويقول في حديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية أخرى، أنه قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أحد يوم القيامة في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، فمنهم من يأتي وصدقته كالجبل، ومنهم من يأتي وصدقته كالشجرة العظيمة، ومنهم من يأتي وصدقته كالكف على رأسه. فانظر لنفسك كيف تنزل نفسك تلك المنازل، فوالله لا يبقى للإنسان إلا ما قدم في الدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يتصدق، ونسأل الله العظيم أن يعمر مساجده فينا. اللهم يا رحيم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم جميع المسلمين والمسلمات. اللهم تقبل من حجاجنا، اللهم تقبل منهم حجهم واشكر سعيهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحج في سبيلك، اللهم ارزقنا يا رب الحج في سبيلك. اللهم ألف بين قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ألف بين قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ألف بين قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن مع إخواننا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم إنهم جياعا فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم يا رحمن. من لهم سواك يا عظيم، من لنا سواك يا رحمن. اللهم أطعمهم، اللهم استرهم، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا عظيم يا كريم ألف بين قلوبنا وانصرنا يا أرحم الراحمين، واجمعنا في الدنيا متحابين متآخين، وفي الجنة مع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقبل الله منا ومنكم، وشكر الله سعيكم، وكل عام وأنتم بخير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خير جزاك الله خير. وعليكم السلام الله يكسر وانت بخير الله يطمن. برهان السلام عليكم كيف حالك؟ الله يهديك. عيد مبارك سعيد. وياك جزاك الله خير. تصور ان شاء الله بصورك يوم عرسك وانت عم ترقص ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. صورتنا بس الحمد لله كده يا سلام يا شيخ. السلام عليكم. عيد مبارك. حياتك الله يطول. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله.
السلام عليكم يا اخوان. السلام عليكم، ازيك؟ صحتك؟ كم هي؟ هلو جيت؟ شيخ محمد، شيخ احمد، شيخ محمد، السلام عليكم. احمد، السلام عليكم. مرك عواسل عبد القادر بيجيت؟ الحمد لله. لا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. هلو، هي السلام عليكم، بيجيت اوش؟ الشيخ ابراهيم بيجيت، اخي جيب مع اخي. السلام عليكم. ايه؟ ما شاف الشرف قلنا ما كان انت فاهي مش كده استنى يا نبي يا فايز كده استنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ما صوتك، ما صوتك، ما صوتك. الحمد لله. السلام عليكم برجع بجيت. انا اخي صالح محمد شلا. السلام عليكم اخوان. طول لي عمك صالح وعمك ابو محمد، روح. حاضر. السلام عليكم. عمو بس ايش بتطبخ؟ تعليم نسوي لحمه عجن مع خروف للشباب. ما شاء الله. ما في واحد بده يتجوز عمرته وكان يعمل له وليمه. كيف الترتيب تبعك يا عمر؟ ليش ما صورت؟ السلام ابو علي. ايوه كيفك؟ عمو صالح شوف علي، عيدك مبارك يا رب. وانت بخير عمو زكريا. عمو زكريا كيفك؟ ايش تطبخ؟ رجل البطاطا ما شاء الله. نسويها مع البيض. لا ادم حلو. نامي طول الفلافل درجه اولى. الرجال هذا هاي بس الفلافل اللي بيتجوزوا على نسوانهم. الرجال هذا كان اجتماع خاص يعني، هاي بدعوه خاصه. يلا جي مؤمن. ايوه بدنا نحط الفل هذا اللي عم تجي. اعطيني المغرفه. محمد شلون تخبش؟ عمو شو اسمه وائل؟ انت بخير؟ الاكل بعدين مش الان، انا الشغل. شو ماله؟ هذا هو الزعيم الامير مؤمن خولي ولا مؤمن خولي. تحياتي للشيخ ابو ادم في الحج، جزاك الله خير يا رب. عمو وليد في جيبك حبيبي فوق. اسمع بدك ترجي لابوك يا ادم؟ بدك ترجي لابوك؟ طبعا كله. خليه يسامحنا يا ما حشيناه هالشله اللي هون كلها. ابو علي الله يبارك الله. قسما بالله اني بحبك. سلم عليكم العريض. سلم عليك السلام. والله يا ما انت عارف انا بشتغل على السكن. مؤمن صالح انا بشتغل على السكن. عمو صالح الفلافل مش عم بتاكل. السلام عليكم يا شيخ ابو ادم. انت حج لقب على الشباب وكلهم جنودك. السلام عليكم. واولهم ابو محمد رجع للقاعده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. رجع البلد. اما هاي طلع كيف ما شاء الله بضحك ومبسوط. بس بعد رب العالمين ترضى علينا يا ابو ادم. عمو بالي احنا بنحبوك كلنا سبحان الله. لا 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 ابو محمد ابو علي مش شايف. صورته كله ما خلت اي حاجه الا صورته. ابو ياسين
إذا بدك ملحة ترسل عليها شوي. ما شاء الله بارك الله. روح كله. لا لا لا. بس رضاك. بس رضاك. روح روح. الله يسهل أمرك. إن شاء الله السنة الجاية نحج مع بعض يا شيخ أبو آدم. لا تنسانا يا أبو آدم. بطاقة ببلاش. هون فليفلي. لعند مساكين. هاي خطة الحمص مشكور. نعم هناك الفول. كنا نتمناك معنا يا شيخ أبو آدم. سبب فورك. ما شاء الله رائحة لذيذة ما شاء الله. وهذا هو الخيار. اخوان شوفكم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم عمو عاصم. عيدك مبارك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مصر؟ السلام عليكم. ما هي صدقتي. السلام عليكم. يت الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اي برودة هاي نشكلا. شيخ برهان. شيخ برهان. والشيخ محمد. بقيت اوي. هالو هاي. ما قلت زمان. اوكي. بقيت. بوت. الحمد لله. بقيت برودة. Ist es auch dein Sohn? Yes, Bruder. Alles klar? Entschuldigung, ich habe neues Kamera. Hey, Jasmin, Aisha! Wartet, bleibt hier! Ich mache das im Fernsehen, damit alle dich schauen können. Okay, ich auch. Nein, du nicht. Wo ist die Jasmin? Jasmin ist nicht da. Na schade, gell? Hallo, hey! Amna! Salamu alaikum! Komm, Adam, komm mal! Komm mal, komm mit, komm mal! Bitte, 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 bitte! Maya! Weg, lass dir an alle, geh weg! Echt? Geh weg, du! Salamu alaikum! Da fotografiert aber gar بدور عليك يا سلام عليكم. بقيت برودة ها أسكلا؟ أحمد كيف حالك؟ الحمد لله. عائشة دبس عين كاتسي. آية فقرة. كريم أمين كيف حالك؟ الحمد لله. أحكي الصوت عالي. الحمد لله. الحمد لله. محمد منصور. السلام عليكم. أنس أنس موجود. أنس لا 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 ما يعودك ويبوسك بس اليوم العيد حبيبي. افرح على راحتك. شايف الخطيب؟ هذا خطيبنا. سلامك الله. اليوم وصلت الحظ بتاعه بفوس البر. شايف؟ نعم.
عم محمد صور صورت تحت 20 دقيقة المطبخ صورت كله فلافل مفاف كله هيك بعد الصورة شو فاهم الشيخ عبد القادر جيت سيبر لستي مخت في اوف تيتسو السلام عليكم السلام عليكم اخرى لا تنساش اشي يا با ان شاء الله بارك الله لك الصحون بتدير المصالح مصطفى لا ماكو هي هون 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 ماكو ولا ما في هذا ماكو بالعراق العراق بعرف ماكو الكرسي الثاني عشان الفول مصطفى صالح حبيبي وزاره الداخليه تتصل ها اللهم زد وبارك يا رب هذا الشيخ مؤمن يحضر الفول لإخواننا المسلمين للإخوان المسلمين اليوم هو يوم الفرحة الكبيرة لمسجد دار القرآن وهو يوم العيد إن شاء الله امسك عليك بطاطسك ان شاء الله بارك الله تفضل 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 استاذ هو وافد نعم روح روح ما ترجع ما يحرم هذا يهديك هذا انت حرطت انه قاعد بيصور مش هيطلع صوتي يعني بالروح بالدم ما ترجع الله يهديك اعطيني هاي كيف هيك هاي ايش هاي بروب يعني هاي بروب مصطفى انت مش قوي هي مش هي مش هات عجي حجي بالروح روح ما ترجع بالروح تمام اما ابو علي قص البابريكا ذوق شوي يلا يلا هات 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 خذ من عندك نور سلطه خالصه سلطه بدها ليمون سلام عليكم محي خليني اصور مؤمن وهو بيسوي الفول شوفي عمر شو شافك هنا بس طلع احسن سامع يا مؤمن سامع صار اعتداء نعم مؤمن خذوا العسكري هتبعتني اعطيني هسه بتقول ورينا يا مؤمن شوف بقول لك ابو علي دكتور نفس اسيب الكاميرا واكل بس ما اقدر اسمع احطك عليها بلافل احطك عليها بلافل يا عم ابو بس الزيت بيغلي زكريا 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 احسن زكريا مصطفى هات
اليوم كل النشاط شو بيه؟ يا طلع فركتا هو بس هاي مرقة يا رب هذا كيف عملت الفول عم وابو شو اسمه؟ هاي فلافل ولا؟ آه فلافل سامحني نعم كيف عملتها؟ أنا العبد الذي كسر عمو شو اسمه زكريا شو اللي خذ ذلك أنا بطاطا وباب وهذا بعرف يا مام مين بده سلطة؟ أنا بدي أرش الخلطة أنا أحط الخلطة طول ولا تأكلوا؟ ممكن تروح خلص تروح أنا بقصوا. أنا ما نسيت شافوا يعني بقى. خذ بدي هناك أنا أمي. أم زكريا. هذا. نعم. هذا. بعدين. ها؟ طبعا صوبتك. السلام عليكم. كيفك؟ الحمد لله. عيدك مبارك. وعيدك إن شاء الله. إن شاء الله سنتي جي على جبل عرفات. إن شاء الله. زواج. محي ليش دقيق قوي كثير؟ لا. بس عشان ما تفسخش البلوزه ما تطشرش بالله سبحانه وتعالى لله عم تقيم اذا بضلك بنعمل لك اكل عمو قول لي يعني عمو بس بيحكي لعمو صالح ما بتاكل بس هو بياكل ابو محمد ايوه صورها صورها اقلبها بالعكس ولا اشوف فلافل لا بس هذا فوش ما يزبط وحيد لا انا بسطه بتحلى طويل بسطه خذ ما بدنا نسوي البيت بطاطا ولا بعيد؟ سوي سوي اشتغل صراحة من الناس خلاص خلاص ناس صبر وين؟ مرسين حبيبي اضغطها للتحت اضغطها نعم 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 طلع شوي شوي مش كويسة يا حبيبي افتح الباب لو سمعت الباب يلا بسرعه السلام عليكم كيفك حبيبي الحمد لله وانت كيفك مخالف هذا كيف حالك انت كيف حالكم انتو الحمد لله مناح الحمد لله ما تدعي العبوا يلا العبوا شو العبوا يلا العبوا محمد كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك. الله خير. كيف حالك يا محمد؟ اتسجدي زجدي يا شبيتا. السلام عليكم. بجيتس برودا. اسكلا. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم. الحمد لله. ما شاء الله. ده شو؟ تاج الدين. انتظروا هنا الشيخ تاج الدين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير الله يبارك فيك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام والسلام جيت برودا ما شاء الله كل عام وانتم بخير الحمد لله كيف انت حالك الحمد لله رب العالمين انتم بخير جزاك الله خير السلام عليكم كيفك السلام عليكم يا اخوان كيف حالك افطار
يا ادم الله يجزيك الخير يا شيخ. السلام عليكم يا ادم. السلام عليكم. السلام عليكم يا ادم. سلام، كيف حالك يا احمد؟ وين السيف؟ ها؟ وين السيف؟ ايوب. ماله ماله. دغري مش دغري انت مؤمن؟ ولا هذا اللي كان شنو اللي زاخر جمعت يا كاري امين كيفه؟ السلام عليكم. هلو، السلام عليكم. برهان 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 برهان، يسلس يسلس يسلس. برهان برهان اخي برهان يسلس كنسة شبيتر. خلاص ايوب ايوب ايوب، خلاص انسى انسى. السلام عليكم. جيت اس كلار فيك داي ويش تو دوت. Ich bin cool. Warte, hallo, weg, weg, weg. Wie geht's? Hä? Gut. Ich bin cool und gut, okay? Ahmed! Ja, Ahmed! Ich bin cool und gut, okay? Okay, okay. Was ist dieser blöde Fettsack? Und dann habe ich ihn besiegt, dieser blöde Fettsack. Hallo, hey, hey! Yusuf! Wie geht's? Was machst du mit der Kamera? السلام عليكم، كيف حالك؟ ها؟ Nein, aber ich wollte den Mann. Assalamu alaikum. Hallo, ich bin Yasmin, كيف حالك؟ الحمد لله. وانت اسمك؟ سوزان. سوزان، كيف حالك يا سوزان؟ الحمد لله. الحمد لله. شيخ وليد ايوه. وعليكم السلام. شيخ يونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يس، ما اسمك؟ محمد. شيخ تجدين، لاباس عليك؟ لاباس لاباس. متى نلعب كرة ان شاء الله؟ لما تولي لاعب كبير مثل ان شاء الله. انت محمود محمود بيجيت كاميرا عليك انت الان. حي شكرا شكرا. عليك ابتسم شوي عليك. حط الطعام ما حضرنا بنحضر الطعام. طعام ياتي اخي بيجيت ان شاء الله. لا ست ان شاء الله. اسر اسر اقلب اخي. يا الله بيجيت. سلام على تونيزا. بيجيت قصص تونيزيا جلابية في تونيزيا فربوتني. شاسة. السلام عليكم. أخبي عايشتو؟ سفير مرضو السونيزي دولا؟ لا، كنت تونيزيا صحيح.
ايش؟ ليش ليش؟ ما شاء الله بارك الله. سلام عليكم. سلام يا. سلام يا. اتوا؟ الحمد لله. اخي. Quand tu parles de Salah, il faut sortir le fric. Tu comprends? Il parle français? Oui, je parle français, tu comprends, non? اخبارك ادم شايف شايف عبد القادر عبد القادر ميجيت برودر ها Alhamdulillah. Fragst mich zum dritten Mal. Egal, das geht's. Frag mich, wie geht's. Heute ist viel. Was ist das? Mikrofon, oder? Salam alaikum. موجود اجيب لك اياه بعدين شيخ ابراهيم بقيت بس دفه مش كبرت ما شاء الله وقد وافيت اخي جيم ما شاء الله حصلوا ايش لاباس شيخ عاصم جهز حاله للسنه انا هذا اول لعب انت بتبتسمي انا لعبت انا عيد وعد ولا تقلبت وراني بعد ما الكلمه سلام وقت جايش ابا بيفرد ابا شبيتي انا استجاب اخوان ابراهيم طيبتنيش اه بس كيف حالك؟ اذا
ناكله عندي احسن من هناك. السلام عليكم.